بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدينا في باقه افكار، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من انتاجنا بفكره جديده، عباره عن استخدام لحلقات من البلاستيك اللي انا بستخدمها لانبوبه البوتاجاز. هنعمل منها حزام، فكرته بسيطه جدا لكن النتيجه ان شاء الله هتعجبكم قوي، واتمنى انكم انتوا بعد ما تشوفوها تنفذوها. الفكره بسيطه قوي، ان انا هبتدي معايا الخيط والابره. الابره دي نمره 5 وده خيط اليزه ديفه. هعمل اول لفه غرزه معايا كده اهو، وهمسك الحلقه بتاعتي، هدخل الابره من جوه، هتلافى الحلقة بتاعتي دي وانا ماسكاها كده، هسحب خيط وابتدي اشتغل عليها بغرزة الحشو بسيطة جدا اهو. اهم حاجة وانا بشتغل ان انا اغطي البلاستيك تماما، لان انا مش عايزاه يظهر لون البلاستيك، تمام. فكل ما هعمل غرزة كده هشدها لورا، حاملة نص الدايرة بس، حاملة نص الدايرة خيط. عشان كده انا هعد هشوف هتاخد كام غرزة من دول، لان انا عايز العدد يبقى ثابت في كل الحلقات اللي انا هركبها، تمام. دول كده 4 5 6 7 8 8 9 10 كده، نص الدايرة بالظبط. هاخد دايرة تانية ومازال دي معايا على الابرة، وهدخل الابرة هنا في الحلقة التانية، اجيب غرزة معايا. واهم حاجة هنا ان انا اشد الخيط، مخلهوش هنا فيه اتساع او فيه خلخلة، وهبتدي اعمل ال11 غرزة على الحلقة التانية. دي 2 3 وهشد ورا كده، 4 5 6 7 8 9 10. شايفين الشكل كده؟ اعتقد انه بقى واضح قوي. هكمل تاني واحدة اهي اهي، طيب اهو. زي ما قلت اهم حاجة ان انا بشد دي كويس قوي عشان تبقى مفيهاش خلخلة، واعد 11 اهو، 10 هبتدي اشتغل كده بالطول في كل حلقة لغاية ما اوصل لطول الحزام اللي انا عايزاه، وبعدين هبتدي اشتغل الناحية التانية. اوصل للطول ده واجيلكم. رجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا الجزء الاول من الحزام ده، الطول اللي احنا محتاجينه كده. وصلت لاخر واحدة انا عايزاها، هبتدي بقى اعمل الشغل الناحية التانية اهو. في الدايرة دي بقى انا هكمل 1 2، لان انا كنت عديت 11 في الاول، 3 4، منساش ان انا اضم الخيط
لغاية ما الدايرة عندي ضغطت تماما، هروح على طول على الدايرة اللي بعدها برضو، هبتدي اشد الخيط عشان يبقى خلصت الحلقة كده. الحلقة اللي بعدها على طول بنفس الطريقة، انا بدخل الابرة جوه الحلقة بشكل مباشر، كل ما اشتغل غرزة انا برجعها لون الحلقة. هروح على اللي بعدها اهو، ده شكل نتيجة مبدئيا كده. هخلص الحزام معاك ونرجع بس نشوف كمان واحدة اهو، ارجع لورا اهو. هبتدي اهو في اللي بعدها على طول، ادخل الابرة، اجيب حلقة، ضمها كويس جدا وارجع لورا. تمام اهو، ادخل هنا واجيب خيط واشد بقى كده لغاية ما اوصل للاخر. وصلنا لاخر مرحلة من عمل الحزام، وركبنا في الاخر حلقة فيهم شرابة من الخيط. دي بسيطة جدا، ان انا بعمل الطول اللي انا عايزاه وبسحبه بالابرة وبعدين اشد منه الخيط. تمام، الفكرة زي ما انتم شايفين كده بسيطة جدا، انا ممكن اعمل بيها الحزام وممكن استخدمها ان انا اعملها ايد لشنطة من الكروشيه. ان شاء الله هنعمل مجموعة تانية كتيرة منفذة بنفس الحلقات بأفكار تانية. إن شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم وتعملوا زيها. مع أجمل تحياتي دكتورة رؤية.